الناس تكونوا بخير وعلى خير. كي داير انا بعدا لاباس عليكم. كنتمنى الناس تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الصراحه توحشتكم بزاف بزاف. شحال من واحد في هذه المده كيسال عليا كبرتي. وكنشكر الناس اللي كانوا كيتصلوا بيا وكنشكر المتتبعين والمتتبعات ديالي. فعلا انا غبرت لظروف صحيه اللي جعلتني شديت الفراش هذه المده كامله. وكيف ما كتعرفوا الكوفيد تقريبا ما خلى حتى شي واحد، رغم اني ما كنخرج والله ما كنخرج بزاف ما كنخالطش، وهادشي مكتوب الله سبحانه وتعالى. واني اليوم رجعت لكم وانا فرحانه فرحانه بزاف. كنت كنتظر هذا النهار في اقرب وقت الحمد لله، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. اسمحوا لي بزاف بزاف طولت عليكم. واليوم غادي نجيكم بوصفه غراتان بطاطا وقطبان ديال الدجاج. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. دينا البطاطا كما كتشوفوا درتها في الماء هنايا باش ما تسحلش لينا. من هنايا قولي قطعتو على هاد الطرف هادو، شدو القطبان كتشوفو بصغر على شكل القطبان. اللي عندكم عندكم البولي ولا عندكم لاداند بحال بحال. انا جو بريفير انا كنفضل لاداند، مي اللي متواجد عندي في الدار غنديرو عندي البولي. عندي هنايا الكيتشب ما كتشوفو الكيتشب، الكيتشب هاد غادي نديرو في الدجاج. عندي هنايا ثيم الزعتر او الزعيسرة لوريال او ثيم. عندي هنايا كاس ديال الحليب. عندي هنا كريم فريش كريمونتي ليكيد. عندي هنا الملح الابزار فروماج رابي واحد البصله هنا شديتها حمرتها شويه الزيت. عندي هنايا الزبده. عندي هنا الضاس ديال الثوم حكيتو على بركه الله. كناخد الدجاج ديالي كما كتشوفوا كنعمل فيه الملحة. انا غادي ندير معلقه ونص ديال الملحه على حسب الذوق. نتوما اللي كيبغي مالح اللي كيبغي مع كيتشب كيكون حلو. ناخذنا الاسود اي الابزار ندير نص معلقه صغيره. ناخذ الزعتر كما قلت لكم او الزعتره اللي متوفر عندكم في البيت. ناخذ على هذا الشكل نكثر منه الكيتشب ديالنا. كيبغي الطريقه كتبغي الكيتشب بزاف جوج معالق حتى ثلاثه. دير انا ثلاثه المعالق كبار كما كتشوفوا. هاد الكيتشب انا كناخذو من البوشخي حلال والاغلبيه كنصوبو في البيت. اللي بغى نوري الطريقه ديال الكيتشب يخليها ليا في كومونتير. المره الجايه ندير لكم كيتشب ديال البيت كيكون رائع. بارفوا مع الناس كيبغيو دي فريت ولا بواسون باني الوغ كنعملو في البيت. مي ديال البيت ما كيقعدش بزاف كيقعد مي با ان سيمين صافي وما كيبقاش واحد لوكو فيه مزيان. الكيتشب ديالنا كنصلطو نسيت ما قلتش لكم كنعمل فيه شويه ديال الزيت البلديه. وفي واحد الجمعه كبار ديال الزيت البلديه كتشوفوا. صدقوني هاد القطبان مع كيتشب مع البصل كيجي هائل.
ملحة بزار الزعتر أو الزعترة كيتشب زيت البلدية، بان لي هنايا شوية ناقصو كيتشب عندنا مكيبانش فيه، غادي نزيد معلقة كيتشب نكسر في هاد القدر هذا، هو الدجاج ديالنا. الطريقة كتعجب الدراري كتعجب كلشي، حسن من داك الشرب ولا الاخرى، انا جو بريفير هكا كيجي جديد الصراحة. كما قلت لكم الا كان موجود عندكم لا داند هو كيجي رائع. نكملو نغطاو ونخليو يرتاح واحد الساعة على الاقل، اذا كان ممكن تقدروا ديروا جوج سوايع ثلاثه قد ما كيرقى قد ما كيجي حسن اللي عنده الوقت. سناخد البوم دو تيغ ديالنا كنقطع على هذا الشكل بغطا باش كيعرف الطريقه هذه. كنقطعوها كامله حتى كنساليو البطاطا ديالنا. البطاطا ديالي بعد ما قطعتها كامل على هذا الشكل هذا كندوز للبطاطا اللي كنا ندير في الفوغ، كندهنو بالثومة، هذا راس ديال الثومة ها هو، تجي واحد النكهة فيه زوينة. كندهنو كله كيف ما كتشوفوا معايا، كندهنو بهذا راس ديال الثومة كامل. كناخد الزبدة ولا هاد ياسين معلقة صغيرة كنستعمل ديالي، كندهن بها مع ديك التومة من التحت كما كتشوفو، كندهنو من الأجانب وندهنو من هدا كتهبط على ديك التومة كتجي هائلة. كنبدا نسد البطاطا ديالنا بالطريقة هادي، سمحو لي نشد يدي. ندير الطبقة الأولى ونسى تتهبط من التحت كاملة، أنا درت الطبقة كاملة الطبقة الأولى كاملة. كندوز تناخد شويه ديال الفرماج رابي ماشي بزاف غير شويه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كندير در غير شويه. كندوز تناخد بزاف الشاشه هكا عندي هذا الشكل هذا الشبيه، تناخد شويه الملح حتى هي كندير رشه الملح. كندير غير شويه، انا عندي هذا ما غنكملوش كامل ما كتشوفوا، ندير نفس الشيء الطبقه الثانيه. ناخد هاد البصلة هادي اللي حمرت من قبل كنعملها بحال على هاد الشكل كما كتشوفو، كنعملها غير في النص باش كاين اللي مكيعجبهاش البصلة. كنعملها غير في هاد الشكل هدا كما كتشوفو، مغاديش نعملها كاملة كما
قلت لكم اللي ما يبغيش البصله هي كتجي الصراحه هائله، اللي ما كيبغيهاش نصبنا على ديك الجهه الاخرى نديروها من هنا. الإبزار وشوية الملح هذا راه كتبدلها شوية شوية ديال الكريش كما قلت لكم انا كنديرش هاد العدة كاملة ما غنديرهاش، غندير غير نص ديالها، كندير غير الشات خفاف ونزيدو على الفين الطبق الكرة كنكملو الطبق ديالنا كاملة. حولي شدينا تشوفوا البطاطا ديالي هي كملتها كامله بهذا الشكل هذا كان فريش، ما درتوش كامل، درت لا مواتي. الوغ كنضيف هذا الكاس ديال الحليب كنضيفه كامل كسر البطاطا نشرب هنا. درت لهذا القياس هذا درت كاس ديال العنبه، بطاطا انا عندي 2.5 كيلو نسيت نزل، دابا كندخلها الفران ديالي بعد ما كان الفران سخون نديرها الفوق والتحت، ما غاديش لها الفرماج دابا، غنغطى بابي الومنيوم حقاش الا درت لها بابي الومنيوم الور الفرماج كينسق عليه مع الكراتان ديالي كتشوفو كيعمر كيطيب. عاد كندير البطاطا من الفوق دابا غندخل الفران ديالنا. عملت البروشي ديالي كيطيبو الغطا ديالي في الفران قبل ما توجد، بدا نحضر البروشي فرماج رابي بالفوق باش ما يتسقش كيف ما كنت على بابي عمليون ما درتش دابا سيب الدغيا نتلاقاو. الخطان ديالنا وجدو كيف كتشوفو طلع من واحد الريحة اللي كتشف بزاف مع الزعتر، صدقوني جربوه كيجي هايل. ديرو هنايا شكل هكا ندير شويه ديال السوغيز بلات هي الطبق ديالنا واحد نظره زوينه. كيف ما كتشوفو البطن ديالنا هو تحمر مزيان على هاد الشكل هدا، هو البطن ديالنا ما شفتوني قبيله راه عملت بصله من واحد الجهه الصراحه كتجي روعه، ديك البصله اللي عملت محمره شويه كتجي هائله. هذا هو الكاردان ديالنا كتيجي كيف شفتو البصله، كاينه البصله اللي عملت راه الداخل كتجي روعه صدقوني كتجي اللوغو ديال البصله الطريقة كتجي زوينة. كاين اللي ما كيبغيهاش مي كتجي روعة، جربوها خاصكم تجربوا هذه الوصفة. وهذا هو الطبق ديالنا ديال هذا النهار ونتمنى ينال إعجابكم وإلى اللقاء في فرصة مقبلة إن شاء الله، وإلى اللقاء دمتم في رعاية الله.